السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، نكمل ما بدأناه في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وكما ذكرنا سابقا أن هذا الحديث يشير إلى فضيلتي صلاة العصر وصلاة الفجر، وذلك من خلال هذا الحديث، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث تكلمنا عن أكثره، ولكن أذكر ببعض النقاط الأساسية فيه. احنا قلنا كلمة يتعاقبون، التعاقب معناه التوارد، طائفة تأتي بعد طائفة أخرى. وقلنا إن كلمة يتعاقبون هذا فعل، ويتعاقبون في ملائكة هذا فاعل وهو جمع. وقلنا إن النحاة في هذا الأمر لهم رأيان: إذا كان الفاعل جمعا أو مثنى كما سيأتي في الحديث الآتي، فيجوز وضع ضمير التثنية أو الجمع مع الفعل. هذا رأي، وهو يعني لغة بني الحارث، يقولون يتعاقبون بدلا من كلمة يتعاقب فيكم. وهذه الشيخ ابن هشام اعتبر هذا الحديث حجة في جواز ذكر الضمير في الفعل، ضمير الجمع أو ضمير التثنية في الفعل، مع أن أكثر النحاة لا يقولون ذلك، ولهم تأويلات ذكرناها فيما سبق في شرحنا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج، العروج معناها الصعود، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. كلمة باتوا فيكم، احنا قلنا في ملائكة بتنزل العصر وتبات مع المصلين أو مع الناس إلى صلاة الفجر، وفيه ملائكة تنزل في صلاة الفجر وتظل مع الناس إلى صلاة العصر. فالذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يا ترى كلمة باتوا ديت من المبيت، أو كما يقول الشراء من البيتوتة؟ والمبيت والبيتوتة بمعنى واحد، يعني كانوا فيكم. طيب، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ولم يذكر الذين كانوا معكم بالنهار، يبقى ذكر قسم من وترك القسم من هو الآخر. بعض العلماء يقول كلمة باتوا هنا بمعنى ظلوا فيكم. لو احنا قلنا، لا انتظر حتى تفهمها جيدا، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي ظلوا فيكم،
وإذا قلنا ظلوا فيكم معناها تشمل ملائكة الليل وملائكة الإيه، ولكن هذا التفسير أعوج أو أعرج، لأن كلمة ظل لا تقال إلا للنهار. كلمة ظل لا تقال إلا لإيه؟ ما ينفعش أقول ظللت ليلي مذاكرا أو ظللت ليلي ساهرا، لا ما ينفع لغة، لأن ظللت من الظل، والظل يكون بالنهار، ولا يصح أن تقول بت نهاري صائما، ما ينفع. إذن تفسير كلمة باتوا فيكم بمعنى ظلوا هذا تفسير أعرج لا يليق. وإحنا عندنا من شروط تفسير القرآن ومن شروط تفسير الحديث أن يكون التفسير موافقا للغة العربية. فكلمة يعرج فيكم إذا فسرناها بمعنى ظلوا خطأ. وجه الخطأ إيه؟ أن كلمة في لغة العرب أن ظل تقال للنهار. طيب بعضهم يقول لك لا، يبقى احنا ممكن نجعل لها مخرج تاني، ثم يعرج الذين كانوا فيكم. معقولة عن كلمة ايه ظلوا، يبقى ثم يعرج الذين كانوا فيكم سواء ملائكة الليل او ملائكة، فاذا فسرناها بالمبيت او بالبيتوتة يبقى قصرنا احد الامرين. انما لما اقول كانوا فيكم يبقى ملائكة النهار بتعرج وملائكة الليل بتعرج. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، وهنا أثار العراقي ومن بعده الحافظ ابن حجر وغيرهم سؤال، لماذا ذكر إذا قلنا كلمة باتوا من الإيه؟ من المبيت، لماذا ذكر الذين باتوا دون الذين كانوا بالنهار؟ فلماذا؟ حافظ ابن حجر الحقيقة أوضح المسألة جيداً وقال والله الاقتصار في لغة العرب أحياناً يقتصر على ذكر أحد المثلين عن الآخر، لما يكون في أمرين مرتبطين ببعض يكفي ذكر أحد الأمرين عن الآخر، مثل إيه؟ وسرابيل تقيكم الحر، ما قالش والبرد، مع إن الملابس أيضاً بتقينا إيه؟ البرد، فاكتفى بذكر الحر بعد ذلك، يبقى وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد، يبقى ثم يعرج الذين باتوا فيكم والذين كانوا معكم بالنهار، يبقى ذكر أحد المثلين اكتفاء بالإيه؟ بالآخر. ولما جاء ربنا فذكر إن نفعت الذكرى، هل أنا أذكر إذا نفعت الذكرى ولا أذكر سواء نفعت أو لم تنفع؟ سواء نفعت أو لم تنفع، فهو اختصر على أحد الأمرين وترك الآخر للعلم به. طيب، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. احنا قلنا زمان إن السؤال عبارة عن استدعاء، السؤال عبارة عن استدعاء مقال أو نوال، السؤال عبارة عن إيه؟ إن أنا أطلب منك جوابا عن علم أو صدقة، يبقى السؤال هو إيه لما يعرفه في اللغة العلمية؟ يقول لك هو استدعاء مقال، مقال إيه اللي هو إيه؟ باللسان، أو نوال، نوال اللي هو إيه؟ العطاء. فأنا ولذلك السؤال صدقة. فقلنا قبل كده إن استدعاء مقال الأساس في سؤال المقال اليد ولا اللسان؟ اللسان، يبقى اللسان اساسا هو جواب الايه؟ المقال، يبقى اساس، يبقى نقول بقى السؤال هو استدعاء ايه؟ مقال او نوال. جواب المقال يكون باللسان، واليد خليفة عنه، واليد ايه؟ خليفة. إما ما انتش هتجاوب قول اعمل بيدك كذا، يبقى اليد خليفة عن سؤال الايه؟ عن سؤال اللسان اللي هو سؤال المقال. طيب وفي النوال وفي العطاء الجواب يكون بالإيه؟ باليد، واللسان خليفة عن اليد. هنا هل سؤال ربنا سبحانه وتعالى في علاه جل في علاه للملائكة كان يطلب شيئا؟ لا يطلب شيئا، لأنه هو الغني، وهو لا يسأل عن جهل، وهو ولذلك الاستدراك اللي جاي هنا وهو أعلم بهم، يعني ليس في حاجة إلى السؤال، إنما ليه بيسأل بقى ما دام هو عالم؟ هو انا كما قلت ضربت مثال قبل كده، هو الاستاذ لما يضع اسئله الامتحان كان يجهل الاجابه؟
لا ما كانش بيجري، إنما يريد أن يستكشف الطلاب أو علم الطلاب. فقال بعض العلماء إن سؤال الله للملائكة هو بقصد إقرارهم واعترافهم بأن هؤلاء الناس الذين يصلون العصر والفجر في جماعة هم من خيار الناس، فهو يريد من الملائكة أن إيه؟ يبقى يسموه سؤال إقرار، إقرار واعتراف. يبقى إيه؟ فيسألهم ربهم سؤال إيه بقى؟ إيه تقدير الكلام، فيسألهم ربهم سؤال إقرار واعتراف. يعني إيه إقرار واعتراف؟ يعني اعترفوا، قروا بألسنتكم وقروا واعترفوا بأن هؤلاء الناس الذين رأيتموهم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر في المساجد هم من خيار عباد الله. يبقى هو يريد إيه؟ أن يقررهم وأن يعترفوا بهذا الأمر. ولا هو ممكن يكون سؤال توبيخ، سؤال إيه؟ توبيخ، لأن بعض الملائكة قالوا ربنا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قالوا مش أنتوا اللي بتقولوا يفسد فيها؟ اتفضلوا شوفوا بيعملوا إيه؟ صوام قوام. يبقى إما السؤال سؤال إيه بقى؟ إقرار واعتراف، وإما سؤال توبيخ للجماعة اللي قالوا إيه أتجعل فيها من يفسد فيها، وإما هو سؤال تعبد يتعبدهم ربهم سبحانه وتعالى، كما قلنا تعبدهم ربهم بكذب أعمال العباد. يبقى ليس السؤال الصادر من الله عز وجل عن جهل، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما هو سؤال إقرار واعتراف من مين؟ من الملائكة، أو سؤال توبيخ لمن اعترضوا على حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، أو هو سؤال تعبد كما قلنا الآن. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، تشريف أننا ندخل في معية الله سبحانه وتعالى. إذن الذين صلوا العصر جماعة في المسجد والفجر جماعة في المسجد هم من عباد الله سبحانه وتعالى، وأضافهم ربهم إليهم تشريف إليه تشريفا. كيف تركتم عبادي؟ يبقى عباد هم الذين لا، إحنا بنتكلم على صلاة العصر وصلاة الفجر. كيف تركتم عبادي الذين كانوا يصلون الفجر والعصر؟ طيب هنا جواب الملائكة إيه؟ ما هو جواب الملائكة؟ قالوا تركناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، وبعدين زودوها وأتيناهم وهم يصلون، مع أن ربنا لم يسألهم عن الإيه؟ عن الإتيان، إنما زادوا هذا في الجواب لأنهم علموا مراد الله، علموا مراد الله في السؤال، وهو أنهم ينبغي عليهم أن يقروا ويعترفوا بفضل هؤلاء مين؟ المصلين لصلاة العصر والفجر. فزادوا أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. طيب بعد ذلك طبعا لا شك أن الحرص أو الحفاظ على صلاة العصر وصلاة الفجر، وإحنا قلنا بالذات ليه؟ لأن صلاة العصر هي تلك الصلاة التي يعني تقابلك في الرواح وانت جاي من الشغل، فهي قد تدعوك إلى الكسل، تقول أنا أريد الأول أن أستريح، أنا أريد الأول أن أدخل بيتي، أنا أريد الأول أن أطمئن على أهلي وزوجتي وأولادي. لكن هنا فصلاة العصر بالذات من الصلوات الفاضلة التي تشهدها الملائكة، وهذا يدل على فضيلة صلاة العصر. عندنا أحاديث كثيرة جدا في فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر، منها إيه؟ حديث هعلق عليه بعد كده وإحنا بنقرأه، حديث الأول هم قالوا تركناهم وهم إيه؟ تركناهم ويصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فقالوا العلماء كابن حجر والسخاوي وغيره والعيني، قال الأعمال بخواتيمها، فهم تركوهم على خير وأتوهم على خير. الأعمال بإيه؟ بخواتيمها، فتركهم على خير وإتيانهم على خير. طيب هنا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
أظن إحنا شرحناه قبل كده من سنة أو أقل، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله، يعني نقصهم، كأنما وتر أهله وماله. وحديث عمارة ابن رؤيبة أو ابن رويبة فيها النطقان، عمارة رويبة رويبة أو رؤيبة، العرب أحيانا تخفف الهمزة إلى الواو فيقولون إيه عمارة ابن رويبة. وإحنا عندنا في علم الرجال غالب الأسماء عمارة بكسر العين، والقلة منها عمارة، وهي لا تضبط إلا من خلال الكتب. فإحنا عندنا الصحابي ده اسمه عمارة ابن إيه، يا إما رؤيبة يا إما رويبة، وده من الصحابة الذين يعتبروا من رووا أحاديث قليلة، يعني كما يقول ابن حجر وغيره لم يروى له إلا حديثان، ما عندوش إلا حديثين فقط، منهم هذا الحديث اللي هو عمار بن مين؟ ابن رؤيبة الثقفي رضي الله تبارك وتعالى. عمار بن رؤيبة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، لن يلج، الولوج معناها الدخول، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. سيدنا عمار بن رؤيبة قال سمعته، ما قال سمعته، دي بنسميها، احنا قلنا لكم قبل كده ان صيغ الأداء عند الصحابة، صيغ الأداء عند الصحابة درجات، عارفين صيغ الأداء اللي هي ايه؟ ايوان لها درجات، أعلاها أن يقول الراوي أو الصحابي: سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، ده أعلاها، معناها أنه كان متمكنا من السماع. يقول إيه بقى الصحابي كما سنرى الآن: سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين تحدث. يبقى جمع ما بين الإيه؟ ما بين السماع اليقيني وبين الرؤية اليقينية وبين فهم ما سمعه من رسول الله. يبقى سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلب، أدي درجة. درجة تانية بعدها يأتينا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين يقول: حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق، فهذا دليل على أنه متمكن من الإيه؟ من السماع. حدثنا، يبقى المرتبة الأولى، صحيح الإمام الطوفي ذكر أعلاها سمعته، لكن لسنا معه في درجات أعلى، وهي إيه بقى؟ سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. طيب في درجة بعدها وهي إيه؟ حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بعد كده أقول بقى إيه؟ سمعته أو حدثنا ثم أخبرنا، وبعدين ننزل في التسلسل لحد ما يقول الصحابي عن رسول الله. كلمة الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله لا إشكال فيها، لأن بنسميها إيه يا مشايخ؟ عنعنة الصحابي لا تضر. عنعنة الصحابي إيه؟ مدام ثبت عندنا أن هذا الرجل رأى رسول الله فكون يقول قال أو عن لا شيء عندنا. إنما إحنا بنقول درجات بقى، يبقى حدثنا الصادق المصدوق، سمعته أذناي. النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده يعتبر أول مولود بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، بعدين يقول إيه بقى؟ أدي بقى برضو يعني صورة من صور الأداء القوي. أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، أهوى النعمان بيقول أنت سمعت الحديث ده؟ فأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، حط السبابتين فين؟ وقال: صمتا إن لم تكونا قد سمعتا من رسول الله، صمتا. وده بقى زي يتعاقبون، احنا قلنا يتعاقبون الفعل مجموع مش كده؟ هنا بقى صمتا، هو كان يقول صمت أذناي، إنما قال صمتا بناء على أن هذه لغة
لا بأس بها، صمتها إن لم تكون سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي معانا بتاع عمار بن رويبة اللي قال فيه سمعته، شوف قال سمعته، صيغ أداء قوية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس طبعا لا يمكن أن تكون الضحى، لأن الضحى دايما بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس، إنما المقصود هنا صلاة الإيه؟ الصبح أو وبعد غروبها، أي صلاة العصر كما ورد مفسرا في الحديث. في لما سيدنا عمار بن رويبة روى هذا الحديث، أحد الحاضرين رجل من أهل البصرة، فبيقول له إيه؟ أنت سمعت هذا من رسول الله؟ لأن سيدنا عمر قال إيه؟ سمعته. فالراجل لأنه دول مؤتمنين على سنة رسول الله على الحديث، قال له أنت سمعت هذا من رسول الله ثلاث مرات. فسيدنا عمر بن رويبة قال له إيه؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي. برضو صيغة أداء قوية جدا، وده هذه الرواية موجودة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. يبقى هنا فيسألهم رب كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أهم حاجة تؤخذ من هذا الحديث اللي هو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أن الصلاة لأنها وردة في صلاة العصر وصلاة الفجر، فالصلاة من أعلى العبادات لأنه وقع السؤال عنها، ده عموما خاصة صلاة العصر وصلاة الإيه؟ كما يقول الحافظ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وبالتالي فإن هذا الحديث يشعر ويشير إلى منزلة صلاة العصر وصلاة الفجر. احنا قلنا العصر ليه؟ ما لها منزلة عن الصلاة التانية ليه؟ لأن أنت راجع من شغلك تريد الراحة، فربما تدفعك نفسك إلى ترك صلاة الإيه؟ أو التهاون بها، ولكن يعني كبح الهوى وفطام النفس وأنها تصلي العصر في جماعة هذا له منزلة. أما الفجر فحدث ولا حرج، أنت نائم، وربما يكون الليل في الشتاء فيصعب عليك الذهاب إلى المسجد، أو في الصيف الليل قصير فيصعب عليك الاستيقاظ منهم، فهذا كونك تذهب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في جماعة فهذه لها منزلة، هي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا ابن أبي جمرة رحمه الله فيه إشارة في هذا الحديث إلى تشريف هذه الأمة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بيّن للملائكة فضل من يصلي الفجر وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل من يصلي العصر وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شرف ومنزلة أمة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في إشارة إلى أن الملائكة تحب هذه الأمة فتزداد حبا لهم، لأنهم يرونهم على الخير ذهابا وإيابا، مجيئا وانصرافا. أمر رابع مما يؤخذ من الحديث الإيمان بالغيب، ويترتب على ذلك زيادة الإيمان. فين الغيب اللي هنا؟ الملائكة احنا مش شايفينهم، لكننا كما قلت في الدرس الماضي نحن نؤمن بوجودهم ونقر ونعترف بالأسماء الواردة في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها دليل على الإيمان بالغيب ويترتب عليه زيادة الإيمان، كما قال الله في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. في الحديث إشارة إلى أن الملائكة تضبط أحوال الناس من خلال الكتابة، حتى لما تعرف أن كل حركة بتنكتب عليك وبتسجل عليك تتحفظ ولا ما تتحفظ؟ تتحفظ. فإذا علمنا أن الملائكة تضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فيما نفعل وفيما نقول أو فيما نترك إلى آخر. الملائكة تفرح بعمل العبد الصالح، هذه أهم النقاط
الموجودة في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. في حاجة أنا محتاج أقراها عليكم من الكتاب وأعلق عليها، محمد يقراها وإلي تعليق عليها لأن فيها شوء من الغموض يحتاج إلى بيان. إحنا كنا واقفين يا محمد عند الرابعة كده، كنا فين؟ إيه الرابعة؟ الرابعة كده بترسل أو بتأني، وأعلق عليها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الرابعة، فيه فضيلة صلاة العصر والصبح باجتماع الملائكة فيهما. طبعا الصبح مع الفجر كلمتان مترادفتان عند أكثر العلماء، الصبح والفجر كلمتان مترادفتان. القرآن أطلق على هذه الصلاة فجر، القرآن أطلق عليها إيه؟ فجر، في قوله تعالى إيه؟ وقرآن الفجر. والرسول أطلق عليها الصبح كما قال في الحديث الصحيح: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فكلمة الصبح وكلمة الفجر كلمتان مترادفتان. نعم. وهما المراد بقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. احنا قلنا التسبيح في لغة العرب معناها وصف الله تبارك وتعالى بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، ده التسبيح. يبقى التسبيح معناها وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن ايه؟ بكل نقص. فسبح بحمد ربك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا قاعدة أن الخطاب أحيانا يكون موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته ليست داخلة فيه، وأمته إيه؟ ليست داخلة فيه. زي إيه؟ إن أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآيات، وفيها الواهبة نفسها. إحنا داخلين قال: لو أن امرأة وهبت نفسها لك أو لي. لا، ما ينفعش. معناه يبقى هو ده خطاب خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراد هو بهذا الخطاب. تاني، في خطاب موجه لمين؟ للرسول، ولا يراد الرسول ولا يقصد الرسول، كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، كما في سورة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل يعقل أن يشك الرسول فيما ينزل عليه؟ بس الخطاب موجه لمين؟ أي بس هو في شخص مين؟ فإن كنت، فهذا خطاب موجه، ولكنه ليس مراد، إنما إحنا المرادين بهذا الخطاب. يبقى في خطاب موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا وهو خاص به لا تدخل الأمة فيه، وفي خطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير داخل فيه. في خطاب بقى وهذا الغالب يكون موجه للرسول وأمته داخلة فيه. كثير جدا بقى: يا أيها النبي اتق الله، هذا خطاب عام يشمل الرسول وغيره. خذ من أموالهم، خذ هذا خطاب للرسول، من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخر الآيات. وده اللي وقع منكر الزكاة على عهد أبي بكر، قال ده خطاب خاص بمين؟ بالرسول، والرسول مات خلاص. لكن هذا خطاب عام يشمل رسول الله وأمته. فقوله تعالى: فسبح بحمد ربك، هذا خطاب للرسول يندرج معه مين؟ تندرج معه مين؟ أمته. فنحن مطالبون بأن نسبح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والرسول لنا أسوة في ذلك. يبقى ده خطاب موجه للرسول وإيه؟ وتدخل فيه مين؟ أمته. نعم. نعم. ده خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لو هو أنكر آية أو تقول علينا كلمة واحدة لقطعنا عموده الفقري. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقوال. نعم. كما قاله جرير بن عبد الله حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير الآية، أخرجه الأئمة الستة. وفي صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة، احنا قلنا يا إما تقول رؤيبة أو رويبة،
وبعض ابن حجر طبعا الإصابة فيها أخطاء كثيرة جدا، هو قال عمارة ابن رؤبة، ابن رؤبة هذا خطأ، إنما الموجود في المراجع كلها رؤيبة أو رؤيبة. وإحنا قلنا هذا الرجل ليس من رجال البخاري، الصحابي ده إحنا قلنا أولا هو إيه له أحاديث قليلة، حديثان فقط، وهو ليس من رجال البخاري، هو من رجال مين؟ هو من رجال الإمام مسلم وأبي داود والنسائي. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وفي الصحيحين أنا أكملت هذا. نعم لن يلجها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة. لما نجينا قلنا عمارة بن رؤبة لما رؤيبة لما قال سمعت رسول الله يقول كذا، الرجل اعترض أو شك، مش شك، حتى الرجل نفسه بعد ما قال سيدنا عمارة قال له سمعته أذناي ووعاه قلبي، ألا وأنا أشهد أني سمعت رسول الله يقول ذلك. وأنا يبقى الرجل أيضا صحابي، لكنه أراد أن يتأكد من رواية مين؟ سيدنا عمارة ابن رؤيبة، فهو قال أنا راخر سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة. نعم الخامسة قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ولم يذكروا عروج الملائكة الذين كانوا بالنهار. خلي بالك لم يذكر عروج الذين كانوا بين بالنهار اللي هم نزلوا إمتى؟ لا نزلوا من الفجر، الفجر بقى ياخدوا الفجر والظهر والعصر، فلم يذكر عروج الذين ايه كانوا بين بالنهار. ايوا ها. ولا ان الله تعالى يسالهم كيف تركتم عبادي كما سال ملائكه الليل. طيب انا عندي هنا اشكالين. الحافظ العراقي انا اجبت على واحد منهم وهو قال كيف سال، قال يعرج الذين باتوا فيكم. إحنا قلنا إذا أخذنا كلمة باتوا على أنها من البيتوتة أو من المبيت يبقى ده يحتاج إلى جواب، يا إما نقول إن هما اكتفاء بأحد الإيه؟ بأحد الأمرين أو المثلين عن الآخر، كويس، يا إما نقدر كلمة باتوا بمعنى إيه؟ كانوا فيكم، وده يشمل الليل ويشمل النهار. نعم. فهل يظهر لذلك معنى أم لا؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه. هو ده بقى الجديد بقى. يبقى احنا قلنا باتوا إذا إما أن نحملها على الظاهر، وهذا هو الأصل، الظاهر اللي هو إيه بقى؟ اللي هم باتوا فيكم. وإحنا قلنا ماشي يبقى دي من المبيت أو من البيتوت. طب ليه الليل بالذات بقى؟ لأن غالبا المعاصي تأتي في الاستتار، المعاصية بتأتي فين؟ في الاستتار بالليل، تقفل الباب على نفسك إلى آخره. فإذا كان هؤلاء الناس المسلمون الطائعون الصالحون ابتعدوا عن المعاصي وليلا، فمن باب أولى يبتعدوا عنها إيه؟ نهارا. فلذلك كان ربنا تبارك وتعالى يريد أن يقرر الملائكة وأن يجعلهم يعترفون بأن هؤلاء الذين تركوهم في ظلمة الليل لم يرتكبوا معصية. نعم. أحدها أن الليل محل اختفاء واستتار عن الأعين، وإغلاق الناس أبوابهم على ما وإغلاق الناس أبوابهم أيوة على ما يميتون عليه. فكان سؤال ملائكة الليل أبلغ في أنهم لم يروا إلا خيرا من مجيئهم إليهم وهم يصلون. يعني إذا كانوا هم الليل ده اللي هو أساس الجريمة وأساس المعصية وأساس الاستتار ما عملوش حاجة، وأيضا هم لن يفعلوا هذا بالنهار أمام الناس. نعم. وتركهم وهم يصلون بخلاف النهار فإنه محل الانتشار والإظهار. يعني النهار مكشوف للناس ومكشوف للملائكة، فإذا كان هؤلاء ليلا يخشون الله سبحانه وتعالى فمن باب أولى أنهم يخشونه أثناء الإيه؟ أثناء النهار. نعم. وإن أمكن الاختفاء فيه والإظهار في الليل ولكن جرى ذلك على غالب الأحوال. يعني حتى لو أردنا أن هم بالليل حي إيه؟
هيئدوا الأنوار، وبالنهار هيغلقوا الأسطار والأبواب. لا، لكن الغالب كده أن الليلة مظنة المظنة المعصية، والنهار خلاف كده. نعم. الوجه الثاني أن ملائكة الليل إذا صلوا معهم الصبح عرجوا، فحسن سؤالهم ليجيبوا بما فارقوهم عليه. وملائكة النهار قد لا يعرجون بعد الصلاة، بل يستكملون في الأرض بقية النهار. يعني اللي هيتنهم في العصر هيتنهم طول النهار، هيتنهم يعني يراقبوا أعمال الناس وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم إلى آخره، فلا يصعدوا، لأنهم يضبطون ما وقع في جميع النهار بناء على القول بأنهم الحفظة، وعلى تقدير كونهم غير الحفظة. لأن احنا قلنا قبل كده ما المراد بالملائكة يتعاقبون فيه، هل هم الحفظة أو غير الحفظة؟ أكثر العلماء ورجحهم الحافظ العراقي أنهم غير الحفظة. نعم. وعلى تقدير كونهم غير الحفظة، فقد أخبر أنهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، والظاهر منهم استيعاب النهار. وإذا لم يفارقوا بني آدم عقب الصلاة أمكن أن يقرأ بعد الصلاة ما لا يريد الله تعالى منهم الإخبار به وهو أعلم، أو ما لا يريدونهم أن يشهدوا بهم به فلا يسألهم عن ذلك. يعني الملائكة الذين كانوا بالنهار شغلوا بأحوال العباد، فهم هنا لم يفارقوا. هنا العبارة اللي انت قريتها يا محمد بقول والظاهر الظاهر، أيوة اقرأ كده، الظاهر الظاهر منهم استيعاب النهار. وإذا لم يفارقوا بني آدم عقب الصلاة، هم مش هيتركوا بني آدم عقب الصلاة، هم متابعين بني آدم، أمكن أن يطرأ بعد الصلاة، ممكن أنت تعمل حاجة بعد الصلاة ما لا يريد الله تعالى منهم الإخبار به. ربنا مش عاوزهم الملائكة تخبر بهذا الأمر الذي أنت سترا عليك. نعم. وهو أو ما لا يريدونهم أن يشهدوا به، في حاجة هم مش عاوزين يشهدوا بها، فلم يسألهم ربهم عن ذلك. نعم. والوجه الثالث أنه يحتمل أن يكون إنما تعرج ملائكة الليل فقط، وأنهم هم الذين يعرجون وينزلون، وأن ملائكة النهار هم الحفظة يبقى ملائكة الليل غير حفظة، وملائكة النهار هم الحفظة. هذا اتجاه لبعض العلماء. نعم. ويقوي هذا الثالث أنه لم ينقل لنا عروج ملائكة النهار، وفيه موافقة الجمهور في أن المراد الحفظة، فيحمل على أن الحفظة ملائكة النهار، وأنهم مقيمون مع بني آدم، وأن ملائكة الليل غير الحفظة ينزلون من العصر إلى صلاة الصبح. ولا يضر في ذلك قوله يتعاقبون. إحنا قلنا يتعاقبون فيكم ويجتمعون، إحنا قلنا نذكركم يجتمعون، هل يجتمعون أي تجتمع ملائكة العصر وملائكة الفجر مع بعض، بيتقابلوا مع بعض يعني يتقابلوا في صلاة الفجر وصلاة العصر، ولا المراد يجتمعون مع المصلين، يجتمعون مع إيه؟ فإذا قلت إن هم بيجتمعوا مع بعض، الملائكة العصر بيتقابلوا مع ملائكة الفجر، هيقول لك إن هو التعاقب معناها إيه؟ التوارد معناها تروح طائفة وتأتي طائفة. قال لك لا، ده اللغة العربية حملت وجوه. الإجابة إيه؟ نعم، التعاقب. إذ التعاقب يقتضي الاشتراك، فقد يرد التفاعل على غير بابه كقولهم طارقت النعلة والله أعلم. طيب اقرأ بقى السادسة، لأن دي اللي محتاجة تعليق مني، فيه بيان. نعم. ما هو اللي هم بقى بتوع النهار والغير الحافظه الملائكه اللي هو بالليل اللي احنا اتكلمنا عنها. فبتوع النهار بيكتبوا كل حاجه، يسجلوها ويكتبوا كل شيء عنك، انما ملائكه الليل هي بتنقل صلاه الفجر وصلاه الايه؟ صلاه العصر. نعم بيطلعوا. ليه؟ هو اليس الله بقادر على ان يفعل هذا وذاك؟ الحفظ معناها ايه؟ الحفظ معناها احنا قلنا قبل كده الحفظ هنا معناها انهم يحفظون، اي يكتبون اعمال العباد. اه
يدونوها. لا ده دي 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 ملائكه ثانيه خالص. نعم دكتور، انت اللغه العربيه هنا عروج معناها ان عروج معناها الصعود، احنا قلنا العروج معناها الصعود، لكن كلمه يتعاقب معناها تاتي طائفه وتذهب طائفه، يعني ورديات بتعبيرنا، يعني في جماعه هيقعدوا من الساعه كذا للساعه كذا يتفضلوا، ودول يمشوا والتاني يجي غيرهم، ده اسمه تعاقب اللي هو التوارد، يعني اللي هو التناوب كما يقول الامام البخاري في التناوب في العلم. نعم. السادسه فيه بيان لطف الله تعالى بعباده واظهار جميل افعالهم وستر قبيحها، اذ جعل اجتماع الملائكه مع بني ادم في حاله عبادتهم ولم يجعل اجتماعهم معهم في حال خلواتهم. يبقى اذن هذا يدل على ان الاجتماع يكون مع العباد، الاجتماع يكون مع مين؟ فهم يجتمعون معهم عند صلاه العصر وهذه عباده، ويجتمعون معهم عند صلاه الايه؟ عند صلاة الفجر، فهذه عبادة. نعم. وانهماكهم على شهواتهم، فله الحمد على توفيقه للخير وإظهاره والإثبات عليه ومحبة ستره وكراهة إشاعته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال. هنا بقى يعني احنا بنقول كون ربنا يسترها علينا خلاص، ما يفضحناش ولا الملائكة ما تفضحناش، وهذا فضل من ربنا كما قال الحافظ العراقي، لأن الأصل في الأشياء الستر، الأصل في الأشياء المثل الدارج إذا بليتم إيه فاستتروا، فالستر ده نعم من نعم الله عز وجل علينا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستر عباده إن شاء الله. نعم كما قال إيه بقى، حتى قال النبي إيه أيوة، قال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. طبعا بنتكلم على الستر، فكون ربنا سبحانه وتعالى يسترنا ولا يجعل الملائكة تفضحنا في خلواتنا فهذا من فضل الله علينا. مثل فهو يريد العراقي أن يصل إلى أن الستر في الأشياء مشروع، حتى إذا ارتكبت المعصية. يعني ما هزال هذا كان إيه؟ كان صاحب غنم، هزال هذا كان صاحب غنم، وكان بيشتغل عنده سيدنا ماعز الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هزال ده كان صاحب ايه؟ كان سيد وعنده ايه؟ اغنام، وكان بيشتغل عنده مين؟ سيدنا ماعز الاسلمي. فوقع ماعز في جريمه الزنا، يعني وقع في جاريه، فعلم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، فلما راح له سيدنا ماعز قال له يا رسول الله طهرني، فالرسول قال له ايه؟ احقا ما بلغني عنك؟ أحقا ما لسه هزال ما ظهرش على الشاشة، أحقا ما بلغني عنك؟ قال نعم. فرده الرسول وقال ائتني غدا. فلما جاءه في الغد قال يا رسول الله طهرني، فقال له الرسول أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ قال لا. فرده النبي مرة ثانية، ثم رده مرة ثالثة، ثم رده مرة رابعة، ثم أمر النبي أن يقام عليه الحد، لأن إحنا قلنا قبل كده ومعروفة إن الرجوع ده مع إن لو واحد غيره كان مصدق إن القاضي قال له إيه؟ روح، إنما جاء لرسول الله وقال له طهرني أربع مرات، فقالوا هذا يمثل الاعتراف، لأن الزنا عاوز محتاج أربعة شهود، فكل مرة تعتبر شهادة، فهو اعترف أربع مرات لأنه راح له أربع مرات. فلما أقاموا عليه الحد وبدأ دمه يجري، جاه مين بقى؟ هزال اللي هو كان اللي هو يعتبر سيده اللي بيشغل عنه، قال له يا رسول الله ما كنا نعرف هذا، يعني احنا ما كناش نعرف مصير ماعز هكذا. فالرسول قال له طيب يعني هل سترته بثوبك قبل ان تأتيني؟ كنت انت المفروض ايه؟ سترته، ما قلتش، ما اشعتوش هذا الامر، هل سترته بثوبك في روايه قبل ان كان خيرا لك. فالاصل في الاشياء الستر، وكما قال الرسول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يبيت فيستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. فالستر مطلوب شرعا. نعم، فمن ستر الله علينا أنه سترنا في ليلنا فلا نفضح أنفسنا. انتهينا الآن من حديث
يتعاقبون فيكم. نعم. من قال له ما كنتش تبلغنا، لكن لكن حديث ثاني في روايه ثانيه اذا انتهت الي الحدود فليست بمتروكه، ما دام الامر اترفع للقضاء خلاص، ما دام الامر وصل للرسول ان الحدود اذا انتهت الي فليست ايه بمتروكه، كان المفروض من الاول عملت ايه صدرت حتى لا تشيع الفاحشه في المجتمع. انتهينا الآن من حديث وهو يدل على كما قلنا على فضيلة صلاة الايه العصر والفجر. الحديث الرابع بقى امتداد له لكنه يؤكد على التحذير من التهاون في صلاة الجماعة، سواء كانت فجرا او صبح او عصرا او ظهرا او مغربا او عشاء او جمعة. فالحديث اللي هنشرحه الآن التحذير من التهاون في صلاة الجماعة، وده صلاة تشمل إيه بقى؟ الخمس أوقات، وهي فيها داخل الجمعة كما سنشرح، وبالذات وبالذات العشاء والفجر. يبقى ضمينا بقى مع العصر صلاة الإيه؟ العشاء. هنا بقى عن وعنه أي عن همام، لأن الحديث اللي فات عن همام هذا هو الحديث وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الأولى احنا هنتكلم على التحذير من التهاون في شأن صلاة الايه الجماعة. فالحديث اللي معانا ده او مجموعة الروايات اللي معانا ديت حوالي ست روايات حوالي ست روايات بتتكلم على التحذير من التهاون في صلاة الجماعة. الرواية الأولى ايه؟ عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها. في رواية ثم تحرق بيوت على من فيها، يبقى فيه ثم نحرق بالنون، يبقى نحرق بيوتا أو ثم تحرق بيوت، خلاص يبقى نائب ايه نائب فاعل على من فيها. هذه رواية. والرواية الثانية عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. الأولين كان فيها فتياني، أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فينادى بها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو عرقا كما سأشرح، عرقا سمينا أو عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يبقى الحديث هنا جاي فين؟ في العشاء، لسه هنشرحها فيما بعد. ثلاثة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقد ناسا أدي بقى بيسموها إحنا إيه سبب ورود الحديث، سبب إيه ليه الرسول قال لقد هممت أن أنا أحرق البيوت وأحرق أصحابها، لأنه فقد ناسا في بعض الإيه في بعض الصلوات، هنشرحها هي صلاة إيه، في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، يتخلفون عن صلاة الإيه الجماعة عموما، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم من الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. ما احنا لسه هنشرحها بقى،
هنشرحها عشان خاطر نفهم ما احنا قلنا الحديث ده جاي ايه. الست روايات دول جايين فين؟ تحت عنوان التشديد في ترك صلاة الايه للرجال، انما النساء جاي حديث لها اخر، التشديد في ترك صلاة الجماعة او التحذير من التهاون في صلاة الجماعة. الرواية الرابعة ان امام البيهقي في السنن ضمن الحديث قال فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. يبقى الأولين في رواية عند العشاء وفي رواية عند الإيه العموم سواء ظهر صبح مغرب عشاء، وفي رواية خاصة بالإيه بالجمعة. هكذا ذكر الجمعة وقال يحتمل أن يراد بالجمعة الجماعة، هنشرحها بعد كده. يحتمل أن يراد بالجمعة عشان تأتلف الروايات يبقى كلها صلاة الإيه صلاة الجماعة، وهنتكلم على حكم صلاة الجماعة عموما في الصلوات وحكم صلاة الجمعة إلى آخره. عند أبي داود قال يزيد بن يزيد قلت ليزيد الأصم يا أبا عوف الجمعة عنيا أو غيرها، هل يقصد صلاة الجمعة أو غيرها؟ فقال له إيه بقى صمتا أذناي، أو بقى صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. يعني هو بيقولك أنا وداني تحفظ تماما على أنني سمعت أبا هريرة لا ذكر لا جمعة ولا شيء غيره، يبقى ذكر الإيه ذكر الإيه الجماعة عموما. طيب إلى آخر. المهم هذه الروايات كلها بتصب في التحذير من التهاون في صلاة الإيه الجماعة. هنا بنبدأ الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم، الواو دي بيسموها واو القسم، والمقسم به محذوف وهو إيه؟ والله الذي نفسي بيده، والله الذي نفسي بيده، يبقى الواو اسمها واو الايه القسم، والمقسم به ايه محذوف للعلم به. طيب وتقدير الكلام والله الذي نفسي بيده، هذا القسم الحقيقه حين استقرأته في كتب السنه كان يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان الرسول يقول والذي نفسي بيده، لكن ترى شيئا عجبا، ساعات الرسول يقول والذي نفس محمد بيده فيصرح باسمه، وساعات يقول ايه يصف بالكنية والذي نفس أبي القاسم بيده، ادي اثنين، وساعات يقول والذي نفسي بيده، يبقى ساعات يقول والذي نفس محمد فيصرح بايه باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وساعات يصرح بالكنية والذي نفس أبي القاسم بيده، وساعات يقول لا يصرح والذي نفس والنفس بيده صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول والذي نفسي بيده إن له لسانا، أو الذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ده رواية في الحديث والذي نفسي بيده آية الآية آية وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة، فالرسول أقسم فقال إيه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ارتفاعها ارتفاع الإيه الفرش كما بين السماء والأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لها لسانا في آية الكرسي، قسم والذي نفسي بيده إن لها إيه لآية الإيه الكرسي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، لا قل هو الله أحد. يبقى هو أنا جايبه ليه؟ لأن فيه قسم للرسول والذي نفسي بيده، وحنشرح إيه نفسي دي يعني. يبقى والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني إيه قل هو الله إيه أحد. يقول أيضا والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهنا ترون القسم بنفس الرسول نفسي، ولم يصرح لا بالاسم ولا بالإيه ولا بالكنية، أحيانا يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم في القسم، زي إيه مثلا يقول والذي نفس محمد بيده
إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي صلى الله عليه وسلم. ثاني هنا إيه الجديد هنا؟ هو قال والذي نفسه إيه؟ محمد، فصرح باسمه، والذي نفس محمد بيده إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي. دي من خصائص الرسول، يعني إيه؟ يرى من وراءه كما يرى من هو أمامه بالضبط. ولذلك في حديث في البخاري يقولون هل ترون قبلتها هنا؟ أنتم متصورين أنا واقف قدام القبلة بس، هل ترون قبلتها؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من ورائي. فدي خصوصية لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أنه قال والذي نفس محمد بيده إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي. يبقى الجديد هنا في القسم إيه؟ أنه ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده. ومرة يقول إيه؟ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أهو صرح باسمه. الشاهد من هذا أن الرسول أحيانا والذي نفسي بيده، وساعة يقول والذي نفسه إيه؟ محمد بيده. وأحيانا يذكر الكنية، وأبو القاسم صلى الله عليه وسلم مرة يقول إيه؟ والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان سيعود ما بين هذين المسجدين وينكمش إلى ما بين مكة والمدينة. حاضر. والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. الأرض معناها الانضمام أو الاكتماع، تأرز الحية إلى جحرها. ده حديث موجود في مسند الإمام أحمد من رواية سعد بن أبي وقاص. مرة يقول والذي نفس أبي القاسم بيده صلى الله عليه وسلم لقد تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. في واحد قال لواحد إيه؟ كما في مسند الإمام أحمد، قال له والله لا يغفر الله لك. واحد قال لواحد كده، قال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال بقى والذي نفس أبي القاسم بيده صلى الله عليه وسلم لقد تكلم بكلمة أو بقت يعني أهلكت دنياه وآخرته. إذن الشاهد من هذا إن الحديث اللي معانا الرسول قال والذي نفس إيه؟ والذي نفس ونفسي بيده، نفسي بيده. ورواية تانية في بقى نوع قسم تاني قال والذي نفسه، ومرة رواية ثالثة والذي نفسه إيه؟ أبي القاسم بيده صلى الله عليه وسلم. نعم، القسم لا تقسم إلا في حالات محددة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القضية التي تتكلم عنها في منتهى الأهمية، قضية خطيرة، فينبغي لك لا مانع أن تقسم، هذه واحد. أو إذا كان الشخص الذي أمامك ينكر أو تشك في أنه سينكر ما تقول، نقول له إيه؟ نقول لك إيه؟ احلف عادي. وكما سنتكلم إن هذا دليل على أنه يجوز لنا أن نقسم وأن نحلف بالله سبحانه وتعالى في القضايا المهمة حتى ولو لم يطلب منا ذلك. القسم ده كانت يمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحلف على ما يريده الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل على أنه كما قلت يجوز لنا الحلف من غير استحلاف. يعني يقول لك والله يا أخي تفضل، والله تفضل اشرب عندي شاي، هذا جائز، يجوز الحلف من غير إيه؟ ولأن في جماعة من الناس يقول لك لا تحلف بالله لا صادق ولا كاذب، لا ما ينفعش، هذا مخالف لما ثبت من النصوص السنة. يبقى هذا دليل أو رد على من يدعي عدم الحلف صادقا أو كاذبا. فلا مانع أن أنت تحلف على شيء تريده بغرض التأكيد أو بغرض الاهتمام إلى آخره. طيب، والذي قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، احنا قلنا الواو دي واو ايه؟ قسم. وتقدير الكلام والله الذي نفسي بيده. طيب، الكلمة النفس هنا والذي نفسي بيده، النفس لها معاني كثيرة جدا. كلمة النفس في اللغة العربية غير النفس، النفس بسكون الفاء لها معاني، منها الروح،
النفس معناها ايه؟ منها ايه؟ الروح. لما نيجي نقول إيه؟ فلان خرجت نفسه، معناها خرجت نفسه اللي هي ايه؟ الروح. يبقى اذا الان معنى كلمه نفس معناها ايه؟ يبقى معناها والذي روحي بيده كما سأشرح، والذي روحي بيده. وتطلق الروح النفس ايضا على الجسد، جسد كله يسمى نفس. وتطلق ايضا على العين، العين تسمى ايه؟ نفس. ولذلك العرب يقول لك ايه؟ اصابته نفس، يعني اصابته عين. يبقى يقول اصابته نفس يعني اصابته ايه؟ فكلمه نفس تطلق على ها الروح، اهم حاجه، لان احنا محتاجينها هنا، تطلق على الروح. يبقى يبقى اذا والذي روحي بيده، او الذي جسدي كله بيده صلى الله عليه وسلم. لما الرسول سجد وجهي للذي خلقه وصوره، هو جسده كله صلى الله عليه وسلم. يبقى منها الروح ومنها الجسد ومنها العين، خلاص. ومنها عند، عند مش العناد، لا، عند ظرف. زي ايه مثلا؟ تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي يعني تعلم ما عندي، ولا أعلم ما في نفسك يعني ما إيه؟ ما في عندك، ما أعلم ما عندك. فكلمة نفسي لها في اللغة العربية إطلاقات كثيرة جدا، ومنها كلمة الروح الذي نتكلم عنها. وتطلق أيضا على ذات الشيء. أقول لك إيه؟ نفس الكتاب. إيه المقرر عليك؟ أقول لك نفس، أقول لك نفس الكتاب يعني ذات الكتاب. يبقى النفس تطلق على إيه؟ على ذات الشيء. والذي نفسي بيده، بيده يعني بقدرته، بقوته سبحانه وتعالى. ومعنى العبارة كلها على بعضها نفوس العباد، ومنها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد الله تبارك وتعالى. أمرها مرده إلى الله عز وجل، فيتصرف فيها ربك على ما أراد. يبقى هو يريد أن يقول يا رب نفسي بين يديك، تصرفها كما، وزي ما يقول إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ على دينك. فالرسول عليه الصلاة والسلام فوض نفسه إلى مين؟ إلى الله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر فتياني، هممت أن آمر فتياني. بعض شراح الحديث يقول هممت، هممت بمعنى أردت. تاني لا ما تكتبش لما دي، لأنها هحللها شوي. لقد هممت، نعم، لا، التصريح، التصريح بكلمة محمد، التصريح بكلمة أبو القاسم، هذا أوضح. نعم، لقد هممت، لقد هممت أن آمر فتياني. بعض شراح الحديث ومنهم الشيخ العراقي هممت بمعنى أردت أو قصدت، هذا خطأ، يعني هذا غير موافق للتحليل. هممت ليه بقى؟ إحنا العمل الإنساني، العمل الإنساني بيمر بمراحل. العمل الإنساني بيمر، أنت عاوز تصلي، تريد أن تصوم، تريد أن تلبس ملابسك، تريد أن تسألني سؤال، تريد أن تعمل شراً أو تشتم واحد، أي قبل ما بتنطق الكلمة أو تعمل العمل بتمر بمراحل. يبقى مراحل اسمها مراحل، بيسموها إيه؟ مراحل تنفيذ العمل الإنسان. أول مرحلة بيمر بها اسمها الخاطر، اسمها إيه؟ الخاطر. يعني إيه الخاطر؟ قبل ما تعاود تصلي يأتي في ذهنك إيه؟ صلاة، ليه رغبة صلي، يبقى اسمه إيه؟ الخاطر. الخاطر ده غير ثابت، واحد شتمك فكرت تشتمه، ترد عليه الشتيم، هذا يبقى خطر في نفسك أنك إيه؟ هذا الخاطر من علاماته أنه هو غير ثابت، يطلع ويخرج ويخلو ويطلع ويتغير في فيمته ثانية، اللي هو الإيه؟ لا أنا مش هشتم، لا أنا مش هصلي، أنا مش هلبس، أنا مش همشي، أنا مش حق الله، ده اسمه إيه؟ يبقى الخاطر من علاماته إيه؟ الذبذبة، التردد، الإخروج وعدم الإخراج، ده اسمه خاطر، خلاص. طيب خاطر، يكبر الخاطر شوية ويصل إلى الخاطر، يصل إلى مرحلة التردد. التردد يعني نضرب مثال، أنت جي في زينك تصلي،
خطر في بالك أنك تصلي، هذا يسمى خاطر. لا مش حصل، لا مش هتوضي، لا مش حر الله. فإذا يكبر الخاطر شوية يصل إلى مرحلة تانية اسمها التردد. طب يا ترى صلي ولا ما صليش؟ الرجل اللي شتمني ده يا ترى رد عليه الشتمة ولا ما ردش عليه الشتمة؟ يبقى اسمها مرحلة التردد. تردد إيه؟ يبقى الخاطر كبر ونضج شوية وبدأت متردد، يا ترى أعمل ولا أشم ولا ما أشمش. بعد كده تصل مرحلة تالتة اسمها مرحلة الترجيح. مرحلة إيه؟ لا أنا أصلي دلوقتي من نظام ظروفي، أنا هشتمه لأنه هو لا هيركبني مثلا. أقول لك لا، يبقى وصلنا. يبقى إذن أول حاجة الخاطر، ها، يكبر إلى شيء التردد، يكبر إلى الإيه؟ يكبر إلى الترجيح. لا أنا أصلي، لا أنا هشتمه، لا أنا هصوم، لا أنا هروح المسجد. يكبر الترجيح يصل إلى الهم، إلى الهم، لا العزم، لا يصل إلى الهم. يبقى هنا أصبحنا دول الحاجات دي كلها في داخل صدرك، اللي هو الخاطر والتردد والترجيح والهم، بيسموها حديث نفس، بيسموها إيه؟ يبقى مراحل العمل الإنساني بتمر بهذا الأمر. يبقى خاطر فتردد فترجيح فهم، الأربعة دول بيسموهم إيه؟ حديث نفس. يبقى الهم هنا آخر مرحلة من مراحل إيه؟ حديث النفس. الهم، الهم اللي احنا بقى ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في اللقاء القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.